السلام عليكم احباب الزور في الله، وانت حيه كبيره لكم وكل كما راكم. ان شاء الله تكونوا بخير، بصحه وعافيه، صحه فطوركم ورمضان كريم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صمتوا بالصحه والهنا. ربي يجعله رمضان مبارك ليكم ولاهلكم، وان شاء الله يدخل عليكم بالبركه ويفتح للجميع. ان شاء الله يتقبل اعمالكم وصلواتكم وصيامكم وقيامكم ودعائكم وقراءتكم للقران. يا ربي يجعلوا خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى خوتنا طبعا في القطاع في الأراضي المحتلة. يا ربي فرج عليهم في هذا الشهر العوي. الصح مرة دي صعيبة بزاف يا خالتي. إن شاء الله يكون لنا الوقت باش نتكلموا على هذه القضية وخوتنا، اللي يعني ما يكتملش رمضان بلا بيهم. ما نعرف كيف راح تكون الفرحة تاع رمضان، ما نعرف كيف راح تكون صيامنا رمضان. إن شاء الله خير يا خوتي، نتفائلوا خير ونحسن الظن بالله. مرحبا بكم في الحصة تاعكم اليوم، مرانا الاثنين 11 مارس 2024، راكم على المباشر في قناة المغاربية في حصة تفرغ قلبك. رانا في رمضان يا خوتي، نبداو بامتي زابينغ وبعدين كنتوكلوا على ربي في الحصة تاعنا. السلام عليكم خاوتي، صباح الخير عليكم. حالة اكتئاب كبيرة ضربة البلاد، الاضطرابات النفسية قاعدة غير تزيد في نص الشعب. النشرة تاع 8 راحت وحدها تعيش في الجزائر الجديدة، احنا خلاونا في الجزائر القديمة. حتى الأحداث العالمية ما نقدروش نتفاعلوا معاها، الباب هذا مقفول علينا، ضربنا التوحد. الجزائر الجديدة كذبة كبيرة، يتصدقها يتباصي. السلام عليكم خوتي. اي كارثة. الناس جاي طايحة عليك لي زاكسيدو خو، على جالهم هادو خو، الناس راح تموت يا خو، ولا تسنى حتى يموتوا ماشي ولادكم. صح. كليتونا في حقنا معليش، كتونا في مستحقاتنا معليش، تعبتونا مرمتونا معليش. انا ممثل، انا مانيش تقشير، تبدلني كيما تحب وتشتهي. الحمد لله المشاريع اللي خدمت فيها شرفتني ودارت لي اسمه، الحمد لله رب العالمين. انا ممثل وانسان وبشر وعندي كرامه. خط احمر. رمضان سي aujourd'hui et le torchon libération a publié ce dessin pourri. On y voit un palestinien qui est affamé et qui court après un rat et la mère de famille qui lui dit non, attends l'heure du coucher du soleil. Tu vois, comme si c'était marrant. Personnellement, je trouve pas du tout ça marrant et c'est pas une question d'être pro-palestinien ou pro-israël, c'est une question d'être humain et d'avoir un cœur. Eh, l'islamophobie, elle se banalise trop en France. Faut que les musulmans de France et de l'étranger s'unissent et fassent entendre leur voix au bout d'un moment. Filmez. Ouais. Tu veux filmer? Ouais. Non, fais un supplément. Le taxi m'a demandé 1000 dinars, c'était trop. Le monsieur m'a dit 150. Salam alaikum. Il y a des taxis là-haut? Le taxi? Le taxi, oui. Vous allez où? En fait, j'ai une adresse pour aller dans mon hôtel. Hey, filmez. Ouais. Tu veux filmer? Ouais. Non, fais un supplément. Ok, d'accord, je filme, c'est bon. Ah non, supplément. C'est pour YouTube. Je montre l'Algérie. Une maison? Oui, c'est une maison. Ah, mais à peu près, c'est combien je dois payer pour ce trajet-là? Je peux pas. Moi, on m'a dit 1000 dirhams. 1000 dinars? Ouais. Non. C'est trop? Non. Oui, c'est ce que j'ai dit au monsieur. J'ai dit non, trop. Non. 100, 150 dinars au maximum, 150, ouais. Maximum. Ah, d'accord, voilà, bien, c'est pas qu'il m'a dit 1000. Non. D'accord, mais c'est moi, c'est bien ça. Non, vous allez là-bas en haut. D'accord. Vous traversez la route, il y a des taxis qui passent. Ok, mais je vois alors. Vous le mettez comme ça, il s'arrête et vous lui dites où vous allez. D'accord, mais c'est bon alors. Non. Merci, oui, merci beaucoup. Dites bien court, je sais. Bien court, à peu près. C'est ça. Ok, merci. Merci. Donc vous voyez, j'étais pas fou. Quand j'ai le taxi m'a demandé 1000 dinars, c'était trop. Le monsieur m'a dit 150. Ça veut dire qu'il va me carotte 900. Bon après, c'est les taxis, hein. C'est partout pareil. شوفوا خاوتي، باش تشوفوا الوضعية،
باش تشوفوا الوضعية، باش تشوفوا الكارثة. ها ها رانا في منطقة، شوف شعبة الآخرة، ها أنا في خراطة، ها المنطقة التاريخية، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف شوف خاوتي واش صاري في بقية، شوف الوزير الأول وزير البيئة، شوف واش صار، شوف شوف واش صار يا السيد رئيس الجمهورية في بجاية، شوف التاريخ يوهان، شوف شوف. في منطقة تحكي التاريخ، هنا رانا في خراطة، كي نحكو على خراطة نحكو على شعبة الآخرة، كي نحكو على شعبة الآخرة نحكو على ضحايا مجازر ماي 45. يتم رمي النفايات يتم رميها هنا في هذه المنطقة التاريخية، على بعد أمتار فقط كاين مكان اللي رمات فيه فرنسا الجزائريين بدم بارد، رماتهم لأسفل الوادي. شافوا خاوتي، شافوا يا رئيس الجمهورية، شاف يا سيد رئيس الجمهورية كيف يهان التاريخ هنا في بجاية. شاف هذه شاحنات تاع البلديات راهي ترمي في هذا المكان التاريخي. نعم شافوا خاوتي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل، لم أجد الكلمات. مرحبا بكم مرة أخرى يا خالتي، وكما عم بالكم قلنا هذا الحصة أول يوم تاع رمضان، ماذا بينا نديرو شوية تبريكات، شوية تفاؤل، شوية ندعيو لبعضنا، شوية ماركيو ليسبوار، نخليو الأمل، نخليو شوية تفاؤل هكا، خاصة اليوم الأول. نرحبوا سيدي برمضان، وماذا بينا ما نخشوش في المواضيع مثل هذه، حطيت لكم باسكو يانا تيلمون، باسكو الجزائر راح يمر مداها يعني، وما بقيتش تعرف شكون يعني من هو المسؤول عن هذا الضرر وعن هذا الخراب، لانه المواطن فينا المولي قاعد يوسخ، عمال البلديه هم جزائريين، هم جاوش من الاسباس ولا هم مسؤولين كبار، هم عمال بلديه يعني يديرها بالدرقه وما عندوش الوعي الكافي اللي قاعد يشوف باللي قاعد يفسد في بلاده، وحنا جوستومون نحكيو على بلادنا وماذا بينا تبقى ديما عزيزه وغاليه ونظيفه سورتو. دونك اليوم اول رمضان، العديد من الناس راهم فرحانين، دح نشوفوا الاحوال شويه العامه، بعد كنشوفوا الاحوال الاقتصاديه وشويه الاحوال الاجتماعيه والاحوال السياسيه ومام الحقوقيه، وين راهم، اسكو حن قلبهم وخر رجوا شويه السجناء، اسكو حن قلبهم ويعني داروا شويه كشروط تهدئه باش يعني المواطن الجزائري يرتاح، ولا اون فيرا واحده واحده. قبل ما نبداو برك، قبل ما نفتحوا المكالمات، عن بالي ولا نفتحوه مي، معليش اخويا المخشى، عن بالي ربما ناس حابه تتفاعل وحابه تتكلم. هاو مراد ديجا ساجي، السلام عليكم يا سي مراد، صحه فطورك باش خويا لطفي، صحه ربي يتقبل ان شاء الله، ربي يتقبل، ربي يحفظك، نبلغ لك السلام خويا العزيز. تحية لأبو ماريا الزعيم تاعنا، الله يشفيه، وراهم يسلموا عليك بوعلام الغاز، ونصر معوش سيتو بوعلام الغاز، قال لك عليك كل الاحترام والتقدير خويا لطفي، الناس يحبوك في العاصمة، ربي يطول عمرك. أمين. إيه واش تدير يا لطفي، واش راح تدير يعني، الناس هادو يذكروا برك، يذكروا لخاتش فرنسا منا نهار كي خرجت تبكي، على بالهم بلي خلاو بلاد من 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 اجمل البلاد العالم، ولا عطا ربي هذيك البلاصه تاع خراطه راهي تما، واش من زوتال واش من السياحه، الناس تخدم، الناس تحوس، الناس عايشه، هما يجوا يرموا يعني يرموا في راس الجبل، هنا في العاصمه راهي حاشاك راهي زباله، خلي يعني الجبال، خلي ما خلاو حتى حاجه، ما خلاو حتى حاجه منيحه تصلح، هادو ناس جايين باش ينتقموا منا اخويا لطفي، جاو باش ينتقموا. هسنا سي مراد قلبك معمر يا مراد خويا، احكي لي كيفاه فوت رمضان اليوم الاول، احكي لي شو يا رمضان. رمضان يعني يا رمضان باي حال عدت يا رمضان، اخي رمضان راح مع مواليها اخويا لطفي، راح مع الناس 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 يعني اللي كانت صح، اللي كانت تعرف قيمه رمضان وتعرف يعني اجواء رمضانيه كيف كانت قبل الفطور وبعد الفطور والجوامع، والناس يعني يعني واش من رمضان خويا لطفي، الناس راهي في حاله، الناس راهي في حاله، كي تشوف خاوتنا في غزه مساكن يعني واش من رمضان، واش من رمضان يا لطفي، نضحكوا على ارواحنا ولا يعني، يا ربي يجيب الخير،
ربي آمين. يجيب الخير وخلاص للعباد والبلاد والعباد. هادو يا خويا آمين. لطفي، شكرا هذه هي، هذه هي خويا لطفي لي. شكرا لك يا سي مراد، وربي يتقبل. يعني رمضان يا جماعة راهي شعيرة بعثها ربي للبشرية تتنفس فيها، ترتاح ايموسيونيلمون مورالمون، تقرا. يا سي أبو بكر السلام عليكم، وصحة فطورك. صحة فطورك يا لطفي، أهلا الزول في مرحبا الأول، بك الزول هي الزول. القبيلة جماعتنا لطفي ويك الزمارة ما تقطعليش. غير هاد الوجبة كان جماعتنا هنا وماثنا هو سيدي جات وزير هاد هما ابو بكر الشميني ودي شلار قوم بختانا ابو الهواري فهم درا ودي في مريا مي فاف لا كوفري ني شيل ابي صاحب ربي فلاش ما بغيت تنوض يعني مي سب شريضه كاع ستارات يوا كنا تعرف بغي ويضنين وكون جانا غير شي باش تتصامد شعلي قداش نساني شي تنسلي تدي الثامن واجيش لو بروميي فوا ما بين يعني عندو لي مارش ولا وين يدي فانا كان لو كان خدمت لي درابو ايماجيان لون بلان اماجيان في فيلم كراز نسيت ادروفون ديكيت لا لا ليبراسيون دو مو مو ميرا مقناش اي كاميرا نيا تشيد اي اوتر فما لي باليستينيان اورا جينيرال نكوني باش ندافع في فلاش نكوني شعري مولاي نسن ادروفون ديكيت لا ليبراسيون دي ديتوني Les 54 détenus et condamnés à mort d'une grave année. Elle sera en nuit de ce soir en tabouette le couvert. Avec hier, on se ramène sur le chef Ramadan et Naman Ramadan, nous y unis, je vais ne qu'il y ait sans accoucher, je vais y sauver, vous y avez un svatelier. On s'en fait des chers marques, ou j'ai ou l'année de service, et c'est qu'elle te l'avait. شكرا لك سي ابو بكر، ربي ساعات برك رمي كلمه عربيه سي ابو بكر باش نقدر نلقى الخيط انا ونفهمك، نفهم الفكره تاعك باش نناقشك. شكرا لك وربي يحفظك، ورمضان كريم تاع سي ابو بكر ان شاء الله. اكيد نحكي على المعتقلين حسب ما فهمت، حكمت حلال ديتني دوبينيون، ربي يطلق صراحه من بعد نحكي وشوي عليهم. تفضل خويا المخرج، تفضل اذا كاين مكالمه. عبد الكريم السلام عليكم، رمضان كريم. السلام عليكم خويا. الو سلام خويا عبد الكريم، ربي يتقبل، تقبل الله منا ومنكم خويا لطفي. امين اجمعين، صحة رمضانكم وخاوتنا في الداخل والخارج، الله يحفظك. يا اخي لطفي، يا اخي لطفي سامحني، يا حبيت نقول لك برك انت قلت باللي هذاك عامل النظافة ما يعرفش او يرمي في تما، ياك هكذا خويا لطفي؟ ايه يا خويا لطفي ما نغلطوش الناس، شوف عامل النظافه ما يديرش حاجه من راسه، هذا مسؤول، هذا مسؤول. انا نخدم في البلد يا خويا لطفي، يا كان شحال من خطره نتصل، احنا ما نديروش حاجه من راسنا، ممنوع نرميو عفسه من راسنا هكذا. قال زعما عامل النظافه عايسوق في الكاميو حب يرمي راح رمى في هذيك بلاصه. خويا لطفي هذه رسميات، هذه راهو كيما يقولوا رئيس بلديه على باله، شاف دايره على باله، الوالي على باله، ما كاش منها نروح انا بالكاميون نرمي زبل في بلاصه بلا ما على بالهم. هذا العامل، هذا الشيفور اللي هو يسوق في الكاميون على باله بلي لو كان يدير عفسه كيما هذه قادر يباصي. خويا لطفي هذه داروها هما خويا لطفي، هذا اللي كنا نشوفوا درك الزبل ويرمي في الواد والسيد هذا كيشكي، هذه بالعاني راهم يديروها هكذا يا خويا لطفي. علاش؟ انا نقول لك علاش، باش البلديه ما تخلصش، باسكو يخلصوا دراهم كيديوه لا دي شارج، وهما يقولوا لهم روحوا رموا في بلاصه اونوار باش ما يخلصوش دراهم، باسكو هذيك لا دي شارج راهي تروح راهم يعاودوا ريسك كيما يقولوا اعاده الريسكاله، وكي تروح لهذوك تاع اعاده الريسكاله يخلصوا عليهم بالميزان خويا لطفي. هذه راهي صاريه في كاع البلديات خويا لطفي، تعرفوا واش ولاو يديروا؟ ولو اكرمك الله يخلطوا زبل مع التراب باش يروح لا دي شارج يرميوه شغل كيما نقولوا مواد صلبه اللي ما تترسكلش باش ما يخلصوش عليها بزاف خويا لطفي، باسكو البلديه تخلص دراهم كبار، هذه هي باش هذوك الدراهم يكونوا يعاودوا ياكلوهم هما الخباثة خويا لطفي. هذو الناس ما يحشموش، هذه بلاد الشهداء هما راهم يديروا لها هكذا، وانا نطلب من هذ المسؤولين الكبار، هذو رؤساء البلديات كاع راهم يسترخوا بهذا الكيفيه كاع شوف 58 ولايه كاع راهم يديروا هذا الامور، هذا الخبث، هذو السراقين، نقول لهم يا حبسوهم يا راكم خمشتوا البلاد والصوره تاع البلاد في العالم،
رانا نقول لكم حنا عمال النظافه ما عندنا حتى دخل، حنا عمال النظافه يقولوا لنا روحوا ارموا في البلاصه هذيك وانا ندبر راسي، واللي ما رماش مسكين يتحاوز خويا لطفي، اللي قالوا له ارمي في هذيك البلاصه وما يروحش يرمي يتحاوز خويا لطفي، كاين ناس عندها 6 دراري 7 دراري خاف على الخبزه تاعو يروح يرمي خويا لطفي. وانا ما حبيتش نهضر هذه الخضره خويا لطفي، باسكو رانا في رمضان كما قلت انت ما لازمش نهضروا على المشاكل تاع البلاد، بصح هذا امر واقع خويا لطفي، هذا امر لازم نهضروه، لازم نهضروه باسكو هذه بلادنا. السلام عليكم وصحة رمضانكم وربي يجازيكم. بارك الله فيك يا عبد الكريم، ويسمحوا لي عمال النظافه لكن غلطت، خونا عبد الكريم صلحني وقال لي ماهوش عامل النظافه لانه امبوسيبل يرمي بلا ما يقولوا له ارمي، وربما سمعته عليه باسكو كان جوست سي ان دومان صاحبي، كل دومان وماليه عنده. خونا عبد الكريم مختص في هذا الشيء، ربي يحفظك اخويا عبد الكريم ومع ديرتنا العمال النظافه. سي شريف من الجزائر، اهلا سي شريف. صحة صيامكم وصحة رمضانكم، وانا نأيد سي عبد الكريم نأيده 200% ماشي 100%. الله يحفظك وربي يتقبل كلامه، متيقن منه يعني الكلام اللي قاله صواب، والله والله قسما بالله ما يدير واحد حاجة أقل ما يعطيه المسؤول تاعه أمر، هاي على رقبتي. نزيد نقول لك مبادئ القوانين الدولية، مبادئ تاع القوانين الدولية، أي دولة أي بلاد عندها شعب ويكون ماهوش راضي على الحاكم وجاء الحاكم رغم أنف الشعب هذاك يعتبر احتلال، هذا هو المنطق، المنطق القوانين الدولية تقول هك، أي واحد يكون حاكم شعب ولا بلاد هذيك يكون حاكمها بالقوة وبلا إرادة الشعب يعتبر احتلال رسمي، كأنه هذوك صهاينة اللي مقبضين فلسطين بالقوة بالعنف، كيف كيف ما كاش فرق. لو جاو عندنا حكام منتخبين من طرف الشعب كان الشعب يقدر يرفد العلم تاع الشهداء يرفدوا فوق كتافه ويقدر يخرج في بلاده، واي حاجه تشوفها ميتان رميا وسخ ولا اي حاجه تعتبر تزني شرطي مواطن شرطي تنهي على المنكر، ماشي من حقك تنهي على المنكر، صافي هذا يعتبر احتلال. المنطق العقل العقل ثاني يقول هك، ما معنى ارهاب؟ ارهاب اللي يحكمك بالعنف والقوة ما يخليكش تختار، هي رزق الشعب الارض والخيرات والثروات رزق الشعب، كيعودوا يسيروا فيها الناس الشعب يقول لهم روحوا بليز كي تنعلوا تنعلوا خطرة فيه النيف ما يجيش يولي، قول الله يعني كي خزيك يا بليز ما يجيش يدور، نتحدى واحد يكون يدور قدامه بليز، هذا بليز اشرف منهم والاستعمار افضل منهم، لانه علاه ما حبوش يسمعوا للشعب. انسان كاش مواطن ما يحبش بلاده، ارضه رزقي امي ثرواتي كيفاش ما نحبهاش، انتوما ادرى لينا بشؤوننا من المستحيلات العشره. شكرا لك يا خويا شريف، لازم تعرف باللي هاد الناس عندهم من الخبره يا سي شريف باش يسقطوا هاد النظريه اللي تتكلم عليها، هو يقول لك الشعب خيرنا ودرنا انتخابات، انت ما تقدرش تقول له لا ما درتوش، تولي يقول لك لا درنا انتخابات والشعب عنده برلمان والبرلمان راه ينادي درك للعهده الثانيه، يقول لك حنا ماشي نرجلو. انت كلامك لوجيك بصح ماهوش لوكات يعني، هاي تكليحه وين دونك، ما هو الحل لهذه التكليحه؟ وشكرا لك يا سي شريف، منطق تاعك لي لوجيك. سي هواري من وهران، السلام عليكم. السلام عليكم الاخوي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. خير اخويا غايا، ربي يتقبل صيامك وربي يتقبل اعمالك. امين امين. الله يطلق صلاح المساجين التسعينات ومساجين الرعد، والله يشافي ابو ماريو. امين. وربي يحفظ علي بالحاج والله يعطيه صحته. امين. ولطفي خويا احنا رانا قارعوا باش حسبنا غادي تصوم رمضان هنا، السيد راه مخيط عليك وقال لك تدخل تصوم رمضان هنا. هضر مع الجيش وهضر مع عنا باش تدخل ساعه ما كان والو وغادي تقول لك بلاصه مستشار. يا لطفي خويا ستلاجيري شرينا هكذا. المهم وهذاك اللي يقول لك يا بني تعباتنا قول له علاش خاص يدعي المساجين؟ يا لطفي خويا يدعي للعصابه والجنرال اللي راه في الحبس، خاص دعوته ما تفوتش لطفي خويا، هادو تاع شهاده الزور ربي ما يستجيب لهمش،
وهذاك الشمالي تاع عازي تاع اللي يكره الحيرات اللي قال لك الحيرات يجيب الشر، الحيرات دخل العصابه للحبس، الحيرات هجر لي جينيرو اللي مات مات اللي دخل للحبس، وبغى يردك رازي لا الشيباني على ما تنعك الشيطان. ولطفي خويا راجيني والله ما تتسقم والله العظيم نحلف افار لا خرج الحيرات، وربي جاب لنا ناس يخافوا يخافوا الله ويخافوا وباغين الخير لهذا الشعب. فهمت؟ ويا ربي ان شاء الله مازال الخير. الله ياخذ الحق في هذو اللي راهم يهدروا في المغربيه وبشهاده الزور. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام، ربي يسترك يا خويا الهواري، ما نفقدوش الامل يا سي الهواري. يعني كي تقرا التاريخ راهي كان امور دي سيتواسيون اكثر من الجزائر في الهاويه، وربي فرج عليهم وطلعوا ونجحوا، العديد من الدول انتصرت، ان شاء الله الجزائر تكون من المنتصرين. سي محمد من الجزائر، سي محمد السلام عليكم بالواتساب. محمد ربي يتقبل، صحه فطورك. السلام عليكم، صحه فطوركم خوتي. نحيي قناة المغربية قناة الشعب، ونحيي خوتي كاع الأحرار، نحيي خوتي كاع الأحرار من جالية الداخل كاع نحييهم خوتنا. يا خويا لطفي اسمع اسمع خويا لطفي يا خويا لطفي، أنا نقول الناس هادو هاد الناس هادو كيما فون. نحيي خويا شريف على كل حال تاع تاع صونوم في خويا شريف وخويا الآخر نحييهم. بصح خوتنا ما كي اسمع خوتنا ما اسمع ما بقات حتى هضرة، واش بقى خوتنا؟ يدي أنا اللي حي المساجين مساكن هادو كيفاه يرحم بابك رمضان يا دين الله، علاه ما يطلقوهمش يا خويا لطفي؟ وعلاه 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 هذه المساجين خوتنا هذو اللي داوهم هذو غير كيما، ومساجين تاع التسعينات ما دايرين والو كيما راهم دوكا تاع الحراك كيما 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 تاع التسعينات. خوتنا ما كاين والو، رانا عشنا التسعينات كيف كيف. سمعت كفاف يقدروا هادو يقدروا هادو تاع الحراك هادو هادو خوتنا هادو اللي خرجوا على 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 كلمة الحق، يقدروا يديروا لهم كيما الاخرين، يقدروا يخلوهم 30 سنه 40 سنه حبس. وش عن بالك انت يا خوتنا؟ والله ما نخرجوا لهمش يا خوتنا، لازم الميدان لازم الميدان يا خوتنا، ما كان حتى حل ما كان حتى حل يا خوتنا، يا الميدان ما فيهاش الميدان خويا. ولا الشعب يا خويا خفت يا خويا راك خايف يا خويا راك خايف من حبس، نقولوا راك خايف راك خايف من اعتقالات يا خويا لطفي، خايفين كاين الشعب خايف يا خويا. اسمع يا خويا ريح في دارك ريح في دارك ما تخرجش، خليهم وحدهم خلوهم وحدهم، خلوا العصابه هم ولادهم يدوروا وحدهم كلش مغلوق يا دين الله. واش بيهم هادو؟ علاه ما يطلقوش المساجين يا خويا لطفي؟ فهمني رحم باباك، علاه وعلاه ما يطلقوش المساجين يا لطفي؟ اعطيني حل هذا، علاه ما يطلقوهمش خوتنا؟ وعلاه وعلى يا ربي 30 سنة حبس يا ربي، واش بيك 30 سنة يا 30 سنة حبس غير الفم يقولها يا خويا لطفي؟ وعلاه يا خوتنا هضروا على المساجين، ما تهضروا على حتى حاجه. وعلاه علاش راكم تهضروا هذا التبديل تاع الخبز هذا كذا؟ ما كان لا خبز لا والو، واش الخبز هو الخبز هما يبدلوا كلش هما؟ ما كان اسمع ما كان حتى حل، الحل هو الحراك والمساجين. هضروا لنا على المساجين التسعينات وعلى ما تهضروش عليهم يا كاين خوتنا بزاف يا ربي بزاف. اي سلام خويا لطفي، دوله مدنيه ماشي عسكريه، حنا والله ما رانا حابسين على كل حال غير عجبكم يوم الدين. سلام خويا لطفي. وعليكم السلام سي محمد، بارك الله فيك. فوالا سي محمد فرغ قلبه وعبر على الشيء اللي راهو في قلبه بكل يعني احترام، ما سب ما عايب ما قال والمد رايه وبرك. فوالا شكرا لك سي محمد، ان شاء الله يعني ناخذ بالنصيحه تاعك. زيد اخويا المخرج تفضل. توفيق من سيدي بالعباس، مرحبا بك الحاج توفيق. صحة صيامك وصحة فطورك الأخ لطفي ولكافة الشعب الجزائري والأخ الهواري مهران. حبيت ندير توضيح الأخ الهواري، بغيت نقول له عندنا الشعب وعندنا الغاشي وعندنا الديشي، صنف روحك وراك، حنا رانا كاع جزائريين كاع مسلمين، ما نشروش بعضنا بعض، والعش الأفعى ما يخرج منا غير الشر. حنا ماذا بينا نروحوا للتفعيل الذكاء الاجتماعي باش يكون هناك وعي أكثر، ما نقعدوش غير مشروع. أعطينا الفكرة تاعك السي الهواري تاع مهران، أعطينا المشروع السياسي تاعك، أعطينا شراك باغي دير، اعطينا شاب باغي يدير مع لي بوليتيسيان تاع الجزائر. احنا رانا هنا نهضروا على الجزائر. لطفي راه جزائري كيما انا كيما هو. لطفي ما دارش الارهاب، لطفي ما كانش يخون في الجزائر، لطفي الشرده تاع ميزيريا، الشرده تاع الحكره السي الهواري تاع وهران. ما نتهموش الغاشي كيما في الباطل،
كاع مرينا في الازمه وكاع تعانينا، ما نقعدوش غير نقضي الحقد بعضنا بعض. حنا ماذا بينا الهواري طلع المستوى تاعك، رانا كاع جزائريين والجزائر يبنيها الجميع والدوله راه دايره عليها، ولكن الذئاب الذئاب تاع اللي راهم في البلديات وفي الاداره هما اللي راهم يهرسوا في الدوله، هما اللي راهم يهرسوا البرنامج تاع تبون. انا نقولها بكل صراحه ومسؤول على الكلام تاعي، تبون دار لي عليه مسكين ولا غالب كاين عصابه كبيره راها تحت راها تهرس. كونوا رجال ونوضوا وتحركوا، عاونوا وقفوا معاه وطلعوا بلادكم. راك تقول المعتقلين السياسيين، المعتقلين السياسيين يخرجوا، بصح يخرجوا بالفكر الواعي، ما يخرجش بالنفاق، ما يخرجش بالبهتان الاعلامي. الا نوقفوا وقفه راجل واحد ونخدموا هذه البلاد ونوقفوا مع الجيش تاعنا، برك انا هذه المغالطات. وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء وربي يعاونك الاخ لطفي. بارك الله فيك خونا توفيق، ايضا مد رايه بكل احترام، هذا رايه. اخر مكالمه رشيد باش نمدوا شويه فيديوهات. سي رشيد السلام عليكم من البويره. الزول لطفي، الزول لطفي، الزول ربي يتقبل صحه فطورك. صحه فطورك ثاني. باش نقول لك النهار اللي وعدت بوتفليقه قال لك الدجاجه توصل 50000، 50000 دجاجه، فشحال وصلت درك؟ وصلت 42000. ايه حسره. ايه شوف واش نقول لك، دجاجه دجاجه قال لك يا اخي وعدت 48000 50000 دجاجه. ايه دروك شحال؟ 45000 الكيلو، راك فاهم؟ انا حيرت كيف واسمه واش وعد واش يعوض واش يحوس. قطعت بالك خونا رشيد، شكرا لك رشيد. كلمنا على الاسعار بعد نحكيو عليهم شويه الاسعار، ولكن باش نايري وشويه ليميسيون نسمعوا اراء بعض الناس من الشمال من الشرق من الجنوب يحكيوا على رمضان ويدعيوا بالخير للناس، ومن بعد نرجعوا شويه للمكالمات. تفضل خويا المخرج. ان شاء الله الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والرحمه وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. ورمضان ان شاء الله شهر التوبه والغفران والتكامل والتراحم ما بين الناس بعضهم بعض. هذا يقرب ان شاء الله دار رمضان. انا نروح راكني ندير في الزمان نوان، نشرى سخريات نوان، عندي ساح النار في القلب نوان، الوالدين نوان غا المؤمنين مرة خيفوني سعان الكومر سيدي الساح سيدي يرفع فيه ماس ما يسعر انا يلقى في عيوان ما يسعر ما يزرع في سعر انا الرسول الرسول قاسيس عبدان اللي في كارفي هنا وتساوي ثلاث ولاد هنا طقران اوي ثينا تشين. رمضان خصو يدخل علينا بالخير والبركه، وخص كل مسلم وكل جزائري يستغل الفرصة في الشهر الفاضل هذا، ويكون إن شاء الله شهر للعبادة وشهر للتوبة وشهر للتسامح، ويكون الإنسان يعني عنده نية أنه شهر الفاضل هذا للعبادة مش أنه للمأكولات وللتباهي وللسهرات. الشهر هذا خصنا نستغلوه في العبادة والتوبة، راهو شهر واحد في العام. نقول لهم للأمة الإسلامية هي يصوموه بالصحة والعافية وربي إن شاء الله ينصر إخواننا في فلسطين، وإن شاء الله ربي يرفع عليهم هذا البلاء وهذا الغبن. الله يرى نهار هذا نستقبله وأنا زوم سمك واسع إدي بدداش اللي إن شاء الله سلسنا نستقبل اسم سيوى النيت ويسها سنتج ساتنا موسن تهني النيت البتان نيت ديت تلم هذا تنوية ويسن ستقبال رمضان إن شاء الله يمسينا فلاك أفنا القيد جناوة تايوين إن شاء الله نكن يضوان يدمو من النسل من جميعا إن شاء الله. وتحيا الجزائر والله ينصر فلسطين إن شاء الله وينصر جميع المسلمين إن شاء الله. ان شاء الله يا ربي يا كريم. ان شاء الله هذه بعض التهاني وبعض الادعيه تاع مواطنين شفتهم انا في قناه الوطنيه، عجبني باسكو من مختلف انحاء الوطن. الفريق الوطني ايضا دار تهنئه، انت انا نسمعوهم يا خوتي باللونترينور الجديد محرز بسليماني كل صافي بليزير. تفضل. ما كتبتش معليش. السلام عليكم، رمضان مبارك لتولي زاجرين لتولي مسلم. السلام عليكم، رمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية ولكل الشعب الجزائري. السلام عليكم أتوس، رمضان مبارك. السلام عليكم، بالنسبة هذا رمضان صحة رمضانكم وإن شاء الله تهدى رمضان بالصحة والهنا. السلام عليكم،
رمضان كريم من كل شعب الجزائري وكل أمة الإسلامية، ينادى لكم بالصحة والهنا إن شاء الله. شوية بركة، شوية منا، شوية منا. وبيان سور ما ننساوش خاوتنا كما سمعتوهم درك المتدخلين تكلموا عليهم، خاوتنا اللي في السجون كسوا يعني من وقت التسعينات إلى يومنا هذا، سجناء الرأي في الحراك. ونشوفوا شاعر الحراك اللي بعث لنا تهنئة لهم. تفضل خويا المخرج. حل رمضان شهر التوبة والغفران، وإخواننا يتألمون خلف القضبان، وأهليهم يعانون من الحرمان. عجل بالفرج يا حنان ويا منان ويا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، ربي فرج عليهم يا خاوتي. يعني ربما رانا القناة الوحيدة اللي نتكلموا عليهم كسوسوا من التسعينات إلى خاوتنا اللي دخلوا معنا في الحراك. يعني جستما بعض الأخبار شفنا اليوم يعني باش تفهموا باللي مام حتى في رمضان ما كانش حبس، يعني ما كانش حابسة، مش حبس مش حابسة، دعوة مجلس قضاء الأغواط ومحكمة جنايات إبدائية، كل هاد لجان مساكن كما كانت مغارتة مثل اليوم، يعني الإدانة تحهم بجميع التهم. كانت التهم جنحة إهانة ولا إساءة رئيس الجمهورية، كانت جنحة إهانة مؤسسة الجيش، التحريض إلى آخره. دونك الإدانة بجميع التهم المنسوبة للمتهمين وعقاب لهم الحكم عليهم بسنتين سجن نافذة. دونك عقبوا عامين، فعقبوا باسكو من بعد كانت استفادة من ظروف التخفيف و50,000 دينار غرامة. سيبقى في السجن كل من قراد بالقاسم، قارة قارب بالقاسم، بودرينا محمد، ورنوغي أحمد بسبب حكم محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء الجزائر، أين حكم عليهم ب3 سنوات سجن منها سنة موقوفة النفاذ. 3 سنين يا خاتي الله بابا، يعني لا رحمة لا شفقة، يعني تحير. كان هذا يهدد يعني الرئيس ولا يهدد الجيش، ومواطن بسيط خاطي خلاه للأسف الشديد. حتى في رمضان كنا ننتظر شوية تهدئة ولكن ما كان والو. لذلك الإخوة خويا المخرج دوك يحط لي واحد لافيش، ولا داروها حملة في الفيسبوك. على كل حال داروا حملة أطلقوهم لأنهم 228 معتقل رأي، هذو متاع الحراك ماشي من وقت التسعينات. دونك داروا حملة وقررت الناس أنها يعني ما تنساهمش، لأنه 228 معتقل رأي عدد يعني كبير، سورتو في الجزائر الجديدة، الجزائر اللي يعني خرجت من مهد الحراك وكذا، وهم أصلا كل حراكيين. فمن غير المعقول أنه حرية التعبير توصل لهذه الدرجة. مام وقت بوتفليقة ما كانش عندنا 228، ما تكزيستيش هذي، ما كانوش يخشوا الحبس ناس كيما لي زيتيديون كذا وكذا. دونك تمنينا في رمضان انه الامور كما يقول خونا الحاج توفيق يعني صفحه جديده، ويحمسوا الشباب باش يزيدوا عندهم ثقه في الدوله تاعهم، في السلطه تاعهم، باللي ماهيش قاعده تعاقب فيهم ولا. لكن ما فهمناش شكون ياخذ في هذه القرارات، وشكون متشبت بهذه القرارات ومش حاب يفتح للشباب ويخرجوا على ارواحهم باش يعيدوا مع فاميلياتهم. نرجعوا للمكالمات اخويا المخرج جوست برك باش تكلمنا. خونا سمير، السلام عليكم، ربي يتقبل. سمير جماعي ان شاء الله ساعة فطورك. اهلا وسهلا، الله يحفظك يا سمير، ان شاء الله تكون بخير. امين ان شاء الله. لا بس مع ربي، لا بس مع الناس اللي ماشي، لا بس مع بس الحمد لله ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خويا لطفي امين، واش كان يدعي يعطيه الصحة اللي سبقني، ان شاء الله يطلق ربي صراحهم. امين. هذا اللي احنا تلك على عيد المراه، ما عيطتكش لو كان جا واحد عيد المراه ما تلق... كي تروح تزيد ما يرقدوش زوج في المطرح، هذه وحده. وهذاك هذاك اللي ابي يرموا فيه الاوسخ اللي ابي يرموا فيه، لو كان حبوا يحبسوا الدوله تحبس، علاش بكري تنشر الحوايج يتفر لك البوليس تدخل؟ على ما كانتش هكذا زمان كمور الاستقلال في السبعينات، على ما كانت فاكدة. وزيد يعني يريد دنيا معمرة، يعني ماشي مرة ولا زوج، بينا ديما يديراها، يعني ما شافوهاش لدرك. بصح أخويا لطفي الدولة معمدة لهذا الشيء باش تحصل في الشعب، ليك الشعب، ليك المرهوج، ليك الشعب، فهمت كيف؟ باش تقعد تحصل في الشعب. علاش في السبعينات ما كانت هكا؟ هذه الدوزيام. والتروازيام نهضر على روحي، مجمع حداد، العمال مجمع حداد، نهار الحد قرفنا رحنا لوزارة العمال، عطاونا الامل، انا الامل هذاك ما نامنش به. رحنا ولينا الادارة تاعنا حبطنا، دخلنا تداوسنا، ما نكذبش عليك خويا لطفي،
قريب لحقت كبيرة خويا لطفي. أنا قلت له علاش تخرجني؟ أنا سميرة ولا ولاو يسمع فيا. قلت له علاش تخرجني التعليق؟ أعطيني شهريتك 15 شهر تخلصني أنت. قلت له أعطيني شهريتك ما حبش. قال لي ماشي لا هذه حصل فيها هذا خويا لطفي. هذه حصل فيها هذا خويا لطفي. هذا حصل فيها هذا وبعد خويا لطفي واش درت؟ وبعد واش درت هذا؟ كي تجاوزت هنا قلت له أعطونا تفاهموا أنتم قرديتوا أصحابكم خليتهم 30 يوم خليتهم تما ومن بعد قرديتوا أصحابكم يخدموا. استغفر الله يا تلفت لي شويه سمح لي. قرديتوا أصحابكم اللي تحبوهم أنتم شديتهم وحنا حاوستونا بلا ما تطبقوا القانون طرون طروه. قانون 33 كيف نقعد نستنى فيه انا دوك 16 شهر؟ انا في 16 شهر شكون عايشني 16 شهر هذه خويا لطفي؟ هذا الديبي قلت له رمضان جاء وشير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تيراني برك هنا الله غالب بصح والله باراني طلقكم بالسلميه كيما قلت لي خويا لطفي. ربي يكون معك اخويا سامي. نعم نعم سمعتك سمعتك وسمعت ما يمكن نهار لحد درتو. ربي يكون معكم سمير وان شاء الله يزيد يقويكم ويصبركم سورتو سي با فاسيل. خونا خالد السلام عليكم. سي خالد السلام ورحمة ربي يتقبل ان شاء الله. اخي لطفي وانت زاد ربي يتقبل الله يسلمك ان شاء الله. الآية تقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا منكم فتمسكم النار. والركون هنا يعني انت تشوف في واحد ظالم واحد متعدي واحد فاسد وتميل ليه. والميل هنا المعنوي والمادي يعني تدعمه مثل اللي كنا نسمع فيهم في بعض الأحيان. تذكرت اليوم هذه الصلوات وهذه التوبة وهذه كان الفضيل بن عياض إنسان مجاهد وإمام ومتكون سألهم على عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك هذا كان يعرف بكلمة بجملة عابد الحرمين يعني من الحرم النبوي للحرم المكي للصوم هذيك. قالوا له راح في المسجد يعبد وهما كانوا يحضروا لا اعتقد القتال. بعث له قصيدة كرسالة له مطلعها قالوا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخلب خده بدموعه فنخورنا بدمائنا تتخضر. يعني يشوف الإنسان لما يكون فاهم وعنده عقل بكى بكى وقال قالوا يا عبد الرحمن صدقت ونصحت. إخواننا في غزة تحت الحصار الجوع القتل المرض العراء الديار مهدمة البنية التحتية مهدمة والناس في المساجد ما نسمعش لا حس ولا خبر للأسف. شكرا أخي لطفي. بارك الله فيك يا خويا خالد شكرا لك. نزيدو مكالمة أخيرة خويا مخش باش شوية في الموضوع. صابر من ونسوف خويا صابر ربي يتقبل صحة رمضانك. نعم السلام صابر. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني رمضان هذا سبحان الله جاي ناقص شوية يعني في شوية قصرة يعني على أن في غزة يعني اللي هم يموتوا بالجوع يعني مصايمين قبلنا يعني صاموا بلا صيام. إن شاء الله يرحم شهدائهم ويتقبل يعني يتقبلهم عنده يعني ربي معهم العليين. أمين 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 يا رب العالمين ويشفي مرضاهم أجمعين. ادعوا له ما تنسوش بالدعوة يعني لهم في رمضان هذا يعني سرتوا يعني قبل ال بعد ما بين الأذان والثمرة اللي تدخل إقامة. نعم حنتكلم في موضوع يعني الشرعية يعني مشكلة الشعوب العربية
هي كل كلمة شرعية. الشرعية هنا دوك نوزنوها بحاجة، برك نعطو أمثلة بسيطة ونفهم درك يعني. نلاحظوا العراق وسوريا ونلاحظوا ليبيا، يعني هذه الأنظمة اللي كانت يعني بكلمة من وارب بني إذا كانت دولة لا تزول بزوال الرجال. يعني إنسان كي يبني دولة على الرجال، يعني هذاك الراجل كي يطيح طيح الدولة بكمالها وطيح مؤسساتها ماهيش دولة. والدولة اللي تحميها الدبابة، يعني أخت الدبابة الديمقراطية اللي الديمقراطية اللي تحميها الدبابة، يعني ديمقراطية مريضة. نعم تحميها. دركا كي نهضرو على شيء كما هذا، يعني أنا نشوفه فيه نلاحظو فيها يعني سبحان الله علنيا، يعني الدولة يعني كي يعود فيها ديكتاتورية قوية يعني ومسيطرة على الشعب، الشعب هذاك يعود يعني المواطن حملنا يقدر هو يجاز على اي حاجه هذه باش يخرج من هذه الظلمه اللي راهو فيها هذا. احنا ما ماذا بينا ما نوصلوش، وهذا هو لو درك الناس كلها تلف اللوم في الشعب، والشعب اللي راه في السلطه من فوق. احنا كي نقولوا هالكلام هذا مش نبرر للشعوب، لكن لا، المشكل راهو في الأنظمة هذه اللي هي اللي تزير على الشعب واللي تقتل وتخن وتخليه انه يعود لهم في الضعف. ماذا يقول هذاك توفيق قال بالبلديات؟ انا نقول له راك غلط اخويا، والبلديات هي هي مؤسسه يعني على مستوى اي دوله، يعني في الدوله تاعنا خاصه يعني غير عنده اخر صلاحيات، صلاحيات كل فوق الوالي فوق هذا. شفنا البلديات اللي في بلدنا 6 بلديات مبلوكي، كيف هذوك واش دخل البلديات تما؟ هو الوالي هو اللي بلوكي، يعني السلطه تاع البلديه السلطه ادنى يعني في البلد. وكنا على تاع حل مشكل لابو بال، يعني ما لحقتش عليه الفيديو، بصح حسب ما فهمت انا عندي ملخص عليه. انا استشفت في ديك البلديه واكتشفت حل الازمه تاع المشاكل تاعها نهار اللي تعود البريفي يدخل في البريفي، يعني لابو بال هذه يجوا مؤسسات مصغره المقاولاتيه هذه تتكفل بالبيت، واحد يتكفل طرقات وتتكفل باللابو بال. هذاك النهار تتسقم البلاد، النهار اللي تعود حكم مؤسسات يعني هذا تاع البريفي تعود هي اللي تخدم، تعود تحاسب فيه الدوله خلاص. هنا تحل الاشكال باسكو هذاك ويخدم عليها باش يخلص، مش خالص عليها ويخدم. وهذا المير هذا ما هو يعود هو اللي ينظف، هو اللي يبني، هو اللي يراقب، هو اللي يدير كل شيء. قبلني راح يلحق اصلا، والصلاحيات نتاع ما كانش، هما البلديه ما كانش بلديه باش تقول لي هي اللي طيح البلاد، البلاد تطيح من الفوق، المسؤولية هو اللي يعطيك يعطيك حاجة أبسط. احنا صارت لنا بروبلام في الحي تاعنا تاع التسعير هذا تاع القنوات، يعني الصرف الصحي، عيطنا للبلدية ما عندهمش المطريه، ما عندوش المطريه باش يحل المشكل هذا. تقول لوم البلدية بأنه هو اللي سبب في المشكل، لا، لوم لأنه ضموندو هما ذيك تاع التطهير ضموندوها. شكون اللي يعطيها لهم في رأيك؟ كانت انا نحاسب فيهم اللي احنا خاطئين الغالب، احنا ضمنضيناه وشاريناه كله خالصه، هي مؤسسه الجيش وهي اللي تعطينا هذاك الكاميو تاع التطهير هذاك اللي يخرج نقول القادوات. قاعد مبلوكي عندهم عام، مش عارف عندهم عام ولا مخا كامل، وما جاتش هذيك نقول احنا البومبا هذيك. هل هنا المشكل راهو في البلدي؟ ما نقدرش نلوم البلديه 100% انا، باسكو كاين امور يعني خفيه تلعب دور كبير مثل هذه الاشياء، يعني كانه هو يخلص في المشاكل، بصح المشاكل ما تتحلش من الفوق، وقيس عليها شكرا يعني بزاف. شكرا ليك اخويا صابر، فهمناك فهمنا. يعني انت تقول باللي المشكل ماهوش من اونيفو تاع لي زابيزي، مي جاي من الفوق خلال لانهم اصلا ما يمدوش. شكرا ليك. على كل حال كل واحد عنده رايه، احنا نحترم كل الاراء، ولازم نافونسيو شويه في الحصه لانه جبناها تليفونات بزاف اليوم مع دخول رمضان. شفنا التهنئه تاع اللاعبين، شفنا التهنئه تاع الناس اللي على السجناء، شفنا المواطنين، دوك نشوفوا رئيس جمهوريه هو في ذاته دار تهنئه البارح على على المباشر مسجله، ولكن مالي جات على المباشر في الدخول رمضان. تفضل خويا المخرج. ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمه، فان كل جهود الدوله منصبه على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا، مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا
على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة، تنمية الروح الوطنية والمواطنة. الصوت عندنا مشكلة في الصوت، ولكن معليش على الأقل حكمنا زوز فكرات أنه السلطة ولا الدولة، يعني كما يقول أخونا حاج توفيق، يعني راي لم تدخر أي جهد باش تحافظ على الاستقرار، باش يعقب الشعب الجزائري رمضان مهني، وأنه الرئيس يطلب يعني أنه الناس تتعاون وتتكافأ، ويعني مع السلطة، يعني ماشي يعني قاعد يقول لك باللي السلطة وحدها قدر تدير، يقول لك باللي لازم الشعب يتعاون في بعضاه باش يبنيوا هذه البلاد وباش يحققوا جوستمون هذا الاستقرار. شوف يعني في الفيديو اللي وراه انه كاين يعني امور نجحت، شفنا شكرا خويا المخرج مجله الجيش خرجت اليوم وقالت باللي النجاح كبير في الداخل وفي الخارج، وقالت باللي يعني تبرز المكانه التي اصبحت تحتلها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مع الاجتماعات الأخرى اللي كمشناها تاع قمة الدول المصدرة للغاز، اجتماعات أخرى والمداخلة تاعها في هيئة الأمم، بلس الاجتماعات الأخرى، بلس القرارات، بلس الزيارات المختلفة تاع الرؤساء اللي جاوا إلى آخره. دونك عاد عندها مكانه بارابور البكري، عاد مام ماكرون يحاول زوز ثلاث خطرات ارواح ارواح ارواح، وتبون زدنا سمعنا مام قال له ما نجيش ما نجيش ومشني قاعد، ويعني يعني الله سمح لنا الشيخ راني اوكيبي في امور بلادي، ربما هذا كيف قراوها بعض الناس. وشفنا كيف كيف على اثر هذه المجهودات، يعني داروا اجتماع الوزراء البارح، داروا اجتماع وخرجوا ببعض القرارات، من بين القرارات هي هذه، هي منحه اللي مدوها تاع 50,000 دينار لكل فلاحين متضررين من الفيضانات، هذيك الفيضه تاع جيج اللي كي غير عدات سيفريك وبكري ملف، كي تضرب فيضه 4 شهور من بعد ما تسمع لا تعويض لا والو، دركا يعني ما عندهاش الحكايه سمانتين وديجا خرج القرار. وربما يقول الانسان ويا من عاش دركا هضروا دركا راح يمدوا، يا من عاش بعد عامين باش تجيهم هذه المنحه، الا انه حرنا لانه طلب انه بعد اسبوع لازم تتمد هذه المنحه. هل هو عمل جيد تشوفه ولا عمل سيء؟ نشوفوا اراء الفلاحين سورتو تاع جيجل بعد سماع هذا الخبر تاع التعويض 50,000 دينار. تفضل خويا المخرج. التي شهدتها معظم بلديات ولاية جيجل والتي تسببت بتسرب المياه وإتلاف العديد من المحاصيل الزراعية. هذه الكارثة الطبيعية أثرت علينا، نطلبوا من سيد الرئيس يشوف معنا يعاوننا بالشدة على شي قدر من الخسارة هذه اللي أثرت علينا. الشيء تاع ربي مرحبا به، واش هو عندنا شوية خسائر درينا بزاف كيما هنايا الحكومة تاع البرتقال تاع تشينا، وهذيك عندي هنايا المشتلة كيف كيف انضغط. واش نقولوا نطلبوا من السلطات تشوف معنا وتعاوننا بشي اللي تقدر. واستجابة لانشغالات هؤلاء الفلاحين تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لإعادة الاعتبار لهؤلاء المتضررين. استجابة سريعة تاع رئيس الجمهورية وهو مشكور على ذلك، وليس يعني غريب على السيد رئيس الجمهورية الاهتمام ديالو البالغ بالقطاع الفلاحي. رانا ضرينا بزاف في الفيضانات هذه اللي فاتت السمانة هذه، ونشكر رئيس الجمهورية الالتفاتة نتاعو. دعم ومرافقة الدولة للمستثمرين في المجال الفلاحي سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. دونك واش نقدروا نقولوا على هذا العمل بداية في رمضان؟ تما يعني كانت قادر من الاول، يعني ما تدخلش روحها، هذه حاجة ربي يثبت مطر، كارثة طبيعية، سي با دو ما فوت، علاه نعطيك منحة؟ علاه نعطيك منحة؟ سي با دو ما فوت، عندك لاسيرونس ما عندكش كذا، يعني ما كان أي سبب، خاصة الناس تقول لك هم عدوهم يكرهوا شعبهم كذا، يعني دونك كان انتيري تمد لك، قادر ما تمدلكش راح تشكي، ما عندك ما راح تقول. لكن شافوا باللي الوزراء اجتمعوا وقرر الرئيس شخصيا انه يمد لهم هذيك المنحه باش يعوضهم شويه الخسائر هذيك تاع الناس، وفي ظرف اسبوع توصل، يعني يحدد ديروا احصاء ويحدد ويمد في ظرف اسبوع، يعني بسرعه القرار اتخذ. هل هذا قرار ايجابي ولا سلبي؟ يعني هل هذا ينطبق مع كلامه اللي كان يقول كان هناك مجهودات وكان كذا، ولا هل ينطبق مع كلام الناس اللي تقول لك لا هذوما يحبوا غير الشر للبلاد؟ حنا نسالوا بركه، ماذا بينا نفتحوا وربما باش يكون عندنا موضوع للنقاش، ونزيدوا نشوفوا بعد كما خارج اخرى تاع الاجتماع. تفضل خويا المخرج اذا كان مكالمات واذا كان واحد يقدر يعني يناقشنا في هذا الموضوع ويفهمنا.
والرأي تاعو. سي اسكندر من عنابه، خويا اسكندر السلام عليكم. وعليكم السلام، صافطور. الله يتقبل اخويا اسكندر، ربي يجازيك ان شاء الله ويتقبل صالح اعمالك ان شاء الله. ان شاء الله امين رب العالمين. امين خويا لطفي، تفضل. شنو نقول لك بالنسبه لخوتنا تاع غزه، ان شاء الله ربي يصبرها. نقولوا امين امين امين. تسمعوني مقطوعه عجاله، موتوا كل عجاله، راه نموتوا بالغل عجاله، خاطر شي كبير اليوم برك نعت واحد جيران صغير خلا تما عداو ديجا زوز ماتوا من الجوع والعطش، واليوم الثالث نعتوه مسكين، عظم تاع ظهره خارج من الجوع ومن العطش مسكين، ولا يشربوا من الماء تاع المطر اللي تصب في الارض. يعني شيء كبير، والدول العربيه المسلمه بالفم بركه، مسلمه بالفم، بس ما كاين حتى براتيك تطبيق، ما كاين والو. حتى في رمضان يعني تدعيم غذائي وشويه ماء وشويه تدعيم غذائي، وخايفين اللي يبعثوه بالفم برك، وتلقى غير كلام تاع الدين وكلام تاع في الورقه، تلقى في الاجتماعات نفس الكلام يعاودوا فيه، واحنا نمددوا بمسانده غزه، كاين هادشي، ما كاين حتى براتيك، يعني ما ياكلوش القلب، يعني ما ياكلوهمش قلوب، حتى يدعموا حتى فلسطين بشويه، يعني تدعيم غذائي، تدعيم علاجي، يعني شويه ماكله، ما كانش يعني خلال الدرجه هذه، يعني خايفين من غير اسرائيل وامريكان الدرجه هذه، يعني الولايات المتحده الامريكيه يعني شغل وش هو، يعني سلاح وتشريف سلاح وتزدوا في الدراهم تاع البلاد وتاع الخزينه وتاع، نحكي كيما نقولوا العرب بصفه عامه، مش نحكي غير على الجزائر، كلش يعني حاجه تخيل صح، كي تشوفهم عدت لي فيديو ما نقدرش نتفرج عليهم تاع الموغيلوني تاعهم، والله ما نقدر، قلبي يوجعني صح. ماشي ماشي قضيه سلاح اسكندر، اسكندر خويا نتنياهو قال للامراء والرؤساء، قال لهم خافوا على بلايصكم، خموا مليح، ماشي قضيه سلاح، قضيه المناصب. مش نحكي على مش ن... مش ن... مش مش فاهمني، مش نحكي على السلاح انهم يبعثوا سلاح، نحكي علينا احنا على الدول، باللي كل دوله عربيه الهدف تاعها كشغل دير بيبليسيتي، يعني شرينا سلاح وديرنا واني خدمنا شغل بيبان انجاز، سكت في شعبها، سكت في شعبها، سكت في شعبها، سكت في شعبها، شغل بالكذب باللي يعني شرينا سلاح، وهو سلاح هذاك خدمت به الروس في 74 فيلم برك تاع بيبليسيتي برك، بصح ما كاين حتى تطبيق، والدراهم هذيك اللي نورمال تشري سلاح يخدموا بها الاوطان تاعهم، يخدموا بها البلد تاعهم، هي يديروا بها تروح الملاير هذيك الدولارات في البزاد، وغزه يحرموها من حتى الانسان اللي يحب، وما يقدرش يحكم في قلبه ويخرج بالفعل، كل حتى توصل البلاد وفي حرب مع غزه مع اسرائيل، بصح هم لا ما عندهمش احساس، الدراهم اللي يقول لك نبعثها انا مساعده، نبعثها لولدي لولادهم في ليكون تاعهم في الاوروبي يشري بها لي شاطو القصوره، ودي ما كانش احساس، حتى تدعيم غذائي في رمضان وما كانش يعني موجود لهم هذا، وحرام. المهم ربي ان شاء الله يصبرهم. وبالنسبه للجزائر لطفي، يعني كنت بكري لا جوناس، حتى وقت بوتفليقه كانت الشباب الهدف تاعو في المسابقه انه ينجح في الكونكور، ينجح دركا واش ولات الشباب، مش الهدف تاعهم ينجح في الكونكور، مسكين الشباب لا جوناس لي غيدوني، انا الهدف تاعهم انه يشارك في الكونكور. تبون مني تخلى لطفي مجمد المسابقات، ما كاين حتى مسابقه، يعني حاجه بيزار خلا، وحتى كي تجي مسابقه مره في 7 اشهر مسابقه واحده فيها بوست واحد يشاركوا فيه 5500 واحد، ويزيد اللي يشارك يقول لهم، يقول لازم يخلص قسيمه المشاركه، كيما نقولوا احنا 40000، احسب انت 40000 هذيك يشاركوا 300 في مسابقه واحده، ربط 300 هذيك كيما نقولوا 40000 تخش في 300 هذيك، 300 كونديدان تتصب في تتصب كامله في خزينه البلاد، معناها كشغل بلا ما ينجح، شغل الهدف تاعو غير وقتها يشارك برك، اللي يكون عنده امل مسكين الشباب هذا، تسمى يشارك بلا فائده، عجل بوست واحد يشاركوا 300، يعني تبون الحاجه هذه لحد الان ما فقلهاش، باللي ما كانش يعني باه يرفع التجميل على المسابقات، حتى الشباب يشاركوا، اما اللي يشارك برك مش باه ينجح، لا ينجح خليني منه كلش معرفه، كلش كذب، يا في شيء يا في شيء لك 20 بوست وفي الاخر شكرا اسكندر الوقت بركه اسكندر، لانك يعني خصصت وقت كبير لخوتنا في فلسطين، ونشكرك على هذا، يا ربي يحفظك. نروحوا للاخت فتيحه من اسبانيا. اخت فتيحه السلام عليكم، صحة فطورك ولدي وصحة رمضانك، تكون بالصحة. آمين ربي يتقبل. أهلا وسهلا ولدي، والله العظيم لا مول الدار، مين كنت ما كنت شيء، آي لطفي ما وين راه، لطفي وين راه، يا بغى يهبل نهار اللي وليت جاي يجري عندي الكوزينة، قال لي لطفي 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 ياكل لي ولده ولا ما ليش عارف، صح مشي غير الزوج تاعي كاع الدنيا يسقسوا غير لطفي ويقطعوا، والله العظيم ولدي وفرحنا لك، ونشكر هذا الولد اللي استقبلني استقبال حار، نقول له الله يستطرك والله يرحم الكرش اللي جابتك، التربيه في دايره وقاعد على المغاربيه، نشكرهم بزاف بزاف. امين شو ولدي غادي نقول لك، رانا مول الدار تيولي يبكي على البلاد، مول الدار من 2010
ما هبطت وانا من 2011 والله العظيم ورانا غوتريتي دينا لا تريت انا ديتها لو 26 ديسمبر ومول الدار ثاني فقط مول الدار اللي ني وصي وانا فقط رانا ولدي رانا كبار وانا مازال راني خدامه عند لي غيش ديت لا غوتريت وقعدوا يتباكوا قال لك والو غير اللي طيبي عليها خدميها انا المهم تقابلينا والله ولدي كيما راني نقول وعلى بالك بيني وبينه نجيبوا قريش 60 مليون والله العظيم خاطري خلصوني على بنت بنتي مربيتها انا يعطوني 620 مع تاعي مع والله ولدي ما قدينا نهبطوا ديك البلان سمعتني ولدي وعلاه فتح وعلاه الاستقبال تاع لاميري وهذيك زعما ما قدرناش نقول لك صح راني ان شاء الله لا ربي يطول لي عمري وان شاء الله ندي العطله ونهود انا وياه هذا هو مبغاش يهود هي انا راني ونقول الهواري ولدي الله يحفظك ويبغيك مول الدار ولا بغيت خلي التليفون المغاربين مول الزوج تاعي وقول له نشكرك وربي يحفظك وان شاء الله تصوم بالصحه يا ربي مول الدار يفرح من يسمح لهواري يهضر ونقول لك يا ولدي هذيك البلاد ما بقات بلاد شو غادي نقول لك واحد العام راك تسمع نعم الو نعم نسمعوا فيك سي الفتح في 2011 روحت للدائره دخلني واحد تما سيكيريتي ولد بنت عمي قال لي طالعي عنده من روحت انا خاطر خويا زعما كاطر تما في قلت لها وهو وطرت كانوا بدلوه قلت لها انا خدت فلان قال لي ما نعرفوش ايا عيطت لخويا قلت لها راني روحت عند صاحبك للدائره شاف دائره وراه قال لي ما نعرفوش قال لي لا صاي صاحبي داوه راه في 6 اشهر غادي نقول لك والله ما عطاوني اكسكري دغول قال لي ما عندكش لو دغوا باسكو ما عندكش لا ريزيدونس هنايا وغادي نقول لك والله واحد غير اكساك في لاميري غير هكا قدام قال لي تي اخت فلان قلت له واه راح جاب لي الاكسكري دغول هذيك البنت مكرت البلاد من 2011 صاي كي ولات البلاد هكا تروح للسبيطار هنايا الدواء باط على بالك باللي حنا يعيطونا البارح قالوا لي غدوه على 6:15 نهار الثلاثاء تكوني عندنا نديروا لك الباكونه نديروا لك الباكسا في البلاد يدوها فيك ولدي غادي نقول لك انا كاع ولد اختي مدير في السبيطار والله العظيم ما قدرتش اني نهود دي غير على خاطر الدواء تقصد شكرا السيدة فاتحة فكرتينا في اكستري درول وفيش فاميليال وربعة تصاور كل ما تجي لارونتري كنا لاشين معليش هذيك بالك السيدة فاتحة 2011 دركا 2024 الله يبارك هاك تشوفي في ليزيماج جزائر كيفاه الله يبارك ها هذا ما جزائر هي تبدلت سي بدر الدين من بلعباس اهلا وسهلا سي بدر الدين اهلا السلام عليكم مرحبا بك اهلا وسهلا اخوي العزيز رمضان مبارك ليك ولكاع الشعب الجزائري ربي دوله مدنيه دوله مدنيه ماشي عسكريه وتحيا الخونة فرمولات وها الهضره اللي قالها يعني وباش نعقب هي زعما قضيه الفار كيما الفار تاع 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 كره القدم هذا الحاج توفيق هذا من مجموعات المجتمع المدني داير جمعيه في سيدي بلعباس هذه الجمعيه فيها ثلاثه عناس مسمين ارواحهم سواعد الخير ادخلوا الفيسبوك وشوفوا الفيسبوك تاعه املي هذا الحياه الاولى الحياه اللي يخدمها هو بلعباس يضرب بالشيطه للوالي تاع سيدي بلعباس لا 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 يا مين قال لك مين قال لك ما بدر الدين ما نسبوش يا بدر الدين لا ما احنا في رمضان اون بليس اخويا بدر الدين ايسي تستعمل الفاظ يعني قالوا اخرى احتراما للناس برك يا اخويا بدر الدين صح تفضل تقصت ما قصيتك شاب بدر الدين توصل واصل قال لك تبون مسكين في كلامه هذا اللي قال عليه مسكين نسبه الانتخاب تاع الجزائريين ما تهمهش تما الجزائري اللي يفوطي ولا ما يفوطي ما يهمهش فوطوا عليه 5% ماشي شرعي ما عندهاش شرع وما عندهاش بروغرام وملي جا ما شناش الخير
والحريه ها اللي نعت الواحد لك درك يتحقق لها. راه كاين مد شيء التعويض اخويا بدر الدين، هاو مد التعويض هذا مش خير، تعويض للفلاحين. هذا التعويض كمل كمل، ما دام ما تقطعتش نصبروا معاك اخويا بدر الدين باش نفهموا الفكر. اتقطعت، خسارة بدر الدين، زيد حاول تعاود اخذها يا بدر الدين باش ما نقطعولكش فكرة تاعك. سي يوسف من وهرن، سي يوسف، سي يوسف من وهرن، قطعت حتى تاع سي يوسف. محمد من خميس مليانة، سي محمد. السلام عليكم خويا لطفي. اهلا خويا محمد، ان شاء الله تكون بخير خويا محمد، وكيرد لي على المنحة تاع 5 ملايين. اهلا سي محمد. والله الحمد لله خويا لطفي، الحمد لله نقولوا برمضان مبارك لكل عمال القناة المغاربية وللشعب الله يحفظك، الجزائري الله وللشعب يحفظك، الجزائري، ورمضان مبارك للجالية الجزائرية في الخارج ولشعب فلسطين، نأكد عليها، وللشعب فلسطين العزيز ولكل الأمة الإسلامية. امين، ربي يحفظك اخويا لطفي. ندخلوا في الموضوع، تفضل. هاي بسم الله. شوف كي نسمع تبون يتكلم نحير، والله غير نحير، قال نحافظوا على الاستقرار، يعني الهدف تاعو هو كامل انه يحافظ على الاستقرار. لكن ما تشوف والله العظيم انا اتكلم لك على الواقع، هبطت اليوم للمارشي والله غير تبكي، نقول لك على تبكي غيظوك الفقراء، يعني الشعب راه فقير، اقسم لك بالله العظيم واحد الفقر اللي عمرك ما شفته في حياتك. خاشي ولا مع شريف، عمي شريف، ولا مع السيد اللي يتكلم من سيدي بن عباس توفيق، يقولوا لك الواقع يعني كيفاش عايشين يعني الفقراء. سالهم هاسكو الفقر كان ولا ما كانش، يعني سورتو في رمضان اقسم لك بالله في كل دوره في المارشي ولا خارج المارشي يجوك ويجيك واحد يقول لك عاوني ما عنديش، راني جيعان ولادي جيعانين، تقول له ما تخدمش يقول لك ما كانش خدمه والشهريه ما تكفينيش. تخير في واحد يخلص 4 ملايين يقول لك والله ما دير لي والو، 10 في 10 ايام نصرفها. يعني تبون ما تكلمش على الفقر، ما تكلمش على المعيشه تاع المواطن، تكلم غير على الاستقرار. والله كارثه، والله لو كان يخرج للشارع غير يخلع. انا اتكلم لك من قلبي، انا والله ما عندي حتى فايده كي راني ندافع على الشعب، انا حبا في الله، يعني انا نتكلم في سبيل الله، حبا في الله وحبا في الفقراء، خاش نحب الشعب الفقير، وما نبغاش الحقره، لان الحقره حرام، والله غير حرام، يعني نعسوا على الشعب هذا ونخلوه عايش في الفقر ونشوفوا حالته يعني اجتماعيه يعني متدهوره. وحاجه اللي تحير، اسكو تبون ما على بالوش بالزيادات تاع الاجور، تروح للمارشي 500000 ما دير لك والو، والله ما تعمر لك سعفه، ويقول لك زد لكم 200000، والله يا حاجه تحير. يا عباد الله، يا المسؤولين خافوا ربي، يوم القيامة تحاسبوا، والله غير تتحاسبوا، عيب عليكم. أنا لو كنت جيت مسؤول يا نسقم البلاد يا نتقدم للاستقالة، يا والله خاف ربي يوم القيامة يتحاسبوا، الشعب راه في الفقر. أنا نتقلبي والله غير نتكلم من قلبي، أنا يغاظوني الشعب. برك بارك الله فيك خويا لطفي، بصافطوركم، بصافطور الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري. شكرا على الصراحة، هذه آخر مكالمة خويا المخرج، شكرا على الصراحة تاعك يا خويا محمد. لكن لما نشوف أنا ديزارتيكل كيماك خويا المخرج، إذا تقدر تحط لي، إحنا ماذا بينا الشهادة تاعكم مهمة، لكن تشوف بولانوار اللي يحكي ويقول لك تسويق 4000 طن من اللحوم و30000 من الخضر والفواكه أول أيام رمضان، هذه كل مدعمة من عند الدولة، فتقول الدولة راهي تجتهد يعني باش يعني تخلي المواطن حتى بين قوسين اللي عنده من طبقة يكون من طبقة متوسطة أنه يشري. اخونا يقول لنا باللي لا ما كانش منها، راهي فقر يعني داير حاله. انا عندك الحق، انا مشني عايش في الجزائر، انا قاعد نشوف، يا اما نسمع انتم مش تقولوا لي، يا اما نشوف في القنوات، لما نشوف في بعض القنوات جوستومون من الغرب بعد يحكيوا لي جوستومون على السوق، روح عند الجروسيست نسمع وش يقولوا على رمضان العام ده والقدره الشرائيه. تفضل خويا المخرج. ام رمضان ما جا كيما تاع السنه، السنه طايحه، 5 ايام في رمضان الناس تاكلوا الخضره بطل، قال لك لا ما بيشغل، 5 ايام في رمضان الناس تاكلوا الخضره بطل، والله الا كل شيء، رانا ردينا الفطور حل اللوط، هاي استرجع ثم اسعار تحت،
والله لا سوما تعس ولا الخير ربي كلش كاين سوما سوما نورمال كيف تركي رمضان ولا سوما وحده مد العام راه كاين خير ربي كلش كاين ولا كلش كاين خير ديجا هارا بكرتون هارا خير ربي هارا يا خويا راه عادي نورمال الخير راه كاين الحمد لله ربي العالمين والاسوام معقوله راك فاهم كاين تبدا من 25000 حتى ل 55 العرجون يدير 60000 لا لا كاين الخير الحمد لله ربي العالمين ما كان لا بينري ما كان والو كل الخير راه واجد راك فاهم لا لا سنة مليحه قلت لك سنة رحمه ربي راه كاين الخير واش العوام اللي فاتوا لا كانت غاليه بزاف العوام اللي فاتوا دروك راه البري راه بيان كاع راه ما شاء الله دونك سي فري كو كي تسمعك تسمع دي غروسيست هذوما اللي يسلعوا الكبار يقول لك باللي هما يقولوا عملنا الاخوه كيكلمونا على المباشر يقولوا لنا شيء اخر الاخوه يقولوا هادو الناس هما تانا مواطنين جزائريين يشوفوا باللي لا كاين مجهودات وكيما نقولوا بين قوسين السلطه قدرت تحافظ على هذا الاستقرار ما احسن ولات خير من المره اللي فاتت وسي فري كي تروح المرشي في مناطق اخرى تسمع راي اخر كيما هذا الراي تفضل خويا المخرج لا الخير كاين الحق تعرف مي راه يسهل لك حاجه ماهيش عارف كلا ودنا العباد هذا ما حبوش يشبع كامل ليميتي لي شو كاين ساعه وين كاين ساعه يا خويا واش نقول لكم والله يعطينا الصبر والعقل مي بزاف الغلا كاين بزاف كاين اللي ما يقدروش كاين اللي ما كاين اللي عنده المريض الحكومه لازم تدخل روحها شويه ما لازمش تخلي هكا البلاد ولا هكا الشعب كل واحد راه يبيع كيما يحب كل واحد راه يشري كيما يحب الشعب راه يخلص فيه بزاف هكا كاين اللي مضرور عنده المريض عنده الكراع ما يقدرش يعيش بزاف بزاف الغلا راهم يبروفيتيو بزاف والله صح من البارح واليوم كيما الدجاج كل واحد كيما كيفاش راه يبيع واحد 50000 كيلو واحد 53 كيلو واحد 52 يرحم والديك بزاف كل لك الشعب ملهوف لا حتى الشعب ضرب روحه بروحه نقول لك صح ولا ضرب روحه بروحه الحاجه غاليه الحاجه بزاف علاش نمشي نشريها علاش نشريها خليها تفسد عنده يشوف واش يسوى الشعب دونك اراء مختلفه يا خوتي وصعيب عليك احنا ديما نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه تلمو الناس تهدر واحد يقول لك راهي غاليه واحد يقول لك لا ما كانش منها البلاد يتعدلت والاسعار لاباس خير من العام اللي فات الاخر يقول لك يا ولدي دخلوطه كبيره الاخر يقول لك هي غلطه في الشعب هو تنا وجده يشري سي تري ديفيسيل يعني سي فري كي ما تكونش الداخل وتعرف الحقيقه تاع الوضع ولا ربما تختلف من منطقه لمنطقه شكون يقول الحق اسكو هذا اسكو هذا اسكو هذا وبالك هما كل يقولوا الحق بالك كل واحد سلون المنطقة تاعو نرجعوا للمكالمات باش نزيدوا نعرفوا آراء أخرى جوستمون وهذا هو الشيء الإيجابي في الحصة أنه ناس على المباشر يعطيونا رأيهم جوستمون لأنهم هما عايشين في الجزائر يعني ليتصلوا بينا مكتر وهما ياخذوا يعطيونا شهادة حية أسكو هذاك اللي يقول الحق ولا الآخر اللي يقول الحق تفضل خويا المخرج محمد من عين بنيان الله أعلم محمد السلام عليكم من باتنا من عين دفلة سي محمد هالو أهلا سي محمد من عين دفلة مرحبا بك هالو ربي يتقبل معك لطفي راك على المباشر هالو فريد ما نسمعش مليح الله غالب ما سمعتكش مليح محمد ولا فريد اسمح لي نروحوا الوهرن السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك خويا العزيز ربي يتقبل صيامك وقيامك آمين أجمعين خويا لطفي خويا لطفي درك واش درك يقول لي إنجازات والله ما على بالي إنجازات ردبون قال رانا نسعاو باش نحقوا استقرار مثلا في السوق اسكو تشوف كاين استقرار وكاين يعني مجهودات وتحقق الاستقرار يا ودي واش من استقرار كل حال انا راني نخدم مع الناس ونتعامل مع الناس راني نشوف ما كان انجازات لو انه كان جنازات في البحار وكاين جنازات كما نقولوا حنايا في الجامعات في الحرائق غالب داكور الله غالب عم بنا يعني وما تشوفش كاينه مجهودات يعني ما هضره برك مجهودات مستح غير تما شغل دوني غير تما الدور غير بيناتهم ما كان تروحش بعيد ما تروحش يعني شغل الانجازات كيما درك عاون الاخوان هذو الاخوه هذوك الفلاحين يسمى على اساس جا الفوت ويعاونوهم يسمى اللي قبل ما شافوش فيهم يعني شغل
اللي تضروا من الحرائق اللي تضروا من الفيضانات تاع التقاضه اللي قبل 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 ما كاش يجي الفوطي يديروا به ذهب وهكا. فهمتك، استعراض كي شغل. هذا ما كان هو الاستعراض هذا كي شوف الرئيس تاعنا قطعت خساره. هذا راي خونا يوسف على كل حال، يقول باللي هذه كل سي نورمال سي اون مانوفر بوليتيك يقرب الفوت. سي عبد الهادي من اسبانيا، السلام عليكم خويا عبد الهادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخ لطفي. وعليكم السلام. الله يتقبل خويا العزيز وصحه فطورك. صحه فطورك وربي يتقبل ان شاء الله رمضان للامه الاسلاميه جميعا. امين امين. اخي لطفي يعني كنت نتبع الحصه وممكن تعطينا الميكروفون شويه حقك؟ تفضل تفضل نسمعك. تفضل مرحبا. الشطر الاول تاع الكلام تاعي، ربي سبحانه في القران الكريم يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني مش راح نقول لك اخويا قبل ما نصوم وقبل ما نديروا الحوايج هذه كلها تما رانا تخلفنا على الزحف. احنا تفهمني كاين واحد الزحف الاعظم في واحد البلاد هاي في الشرق الاوسط البلاد هذه، وفي واحد المسجد اسري به الرسول صلى الله عليه وسلم اسري هناك ولا تشد الرحال الا لهذا المسجد. يعني احنا واش راح نقول خويا كي نصوم وكي ما نصوموش راهي كيف كيف فهمني ولا لا؟ الامل على الله عز وجل. الشطر الثاني فيما يخص الجزائر، واش راح نقول لك؟ احنا حكمنا واحد هادم للذات ومفرق الجماعات، هذا تبون هذا مفرق في الجماعات. ما قلت لك هذا تبون هو هادم للذات ومفرق الجماعات فهمني. ما بني على باطل فهو باطل، وليوقف مع الباطل حتى ولو يكون أبسط مواطن فهمني، ثم حتى هو مع الباطل يزم الإنسان يوقف مع الحق. الرجل الحق يعرف لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجل بالحق. فهمت أخينا لطفي؟ احنا شكون يقرر أنه هذا حق وهذا باطل؟ شكون عنده صلاحية أنه يقرر؟ من رعاع ونقول لك صراحة أنا لطفي وما تزعجش مني. الله الله يحفظك. هذوما كفار من الأخ. لا لا غلط خالد. لا كفار. انا كفرهم وجمهور العلماء كفرهم وهم كفار. غلط ابدا. جمهور العلماء كان في المسجد الاعظم في صلي في الجزائر ويسلموا على تبون وفرحانين به. جمهور العلماء جامي اجتمعوا في دوله مع اختلاف ارائهم، لكن في الجزائر اجتمعوا. شكون هما دم جمهور العلماء تحكي لهم اخويا عبد الهادي؟ جمهور العلماء، العلماء كل جمعيه علماء المسلمين، العلماء تاع حتى الشيعه وجاو وكلهم زكاوا الجزائر. وما كانت الحمد لله في الجزائر ما عندناش، يعني ما نقدرش حنا نعارضوا سياسيا، نختلفوا معاهم في افكارهم. دخلوا خوتنا الحبس لا قانونيا مش كيما كا بالعداله التليفون، لازم يستعملوا العداله ما يخليوش علي بالحاج يصلي، لا نورمال ما تخليه يصلي كان. لكن احنا لا نختلف معهم في الدين، احنا هما مسلمين واحنا مسلمين، هما مؤمنين واحنا مؤمنين، وماهوش اصلا موضوع الخلاف. باش ما يعني ما تفيريش ابدا جمهور العلماء، ما تدخلش في الامور هذه خلاص، وكون متاكد 1200% الجيش الجزائري مسلم، الاداره الجزائريه تبون، كلها مسلمين، وماهوش مشكلتنا هذا. احنا مشكلتنا في تسيير شؤون الامه والطريقه والبرنامج والافكار، هذه ما عندناش اختلاف لا عقائدي لا ديني، باش تكون واضح معاك 1200%. احنا برك اسكو السوق كاين استقرار، اسكو في الحاله الاجتماعيه كاين استقرار؟ بيان سور هذا لا يعكس يعني الوضع. حتى في وقت عمر بن الخطاب كانت مجاعة، في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يربطوا الأحجار، الله غالب كانت مجاعة، كانت أمور ساعتنا. يعني سافو با دير كإنسان يعني أزمة اقتصادية وكذا نروح أنا نخرجوا من الملة، لا بالعكس، هذه ابتلاءات أولي العزم كل ابتليت بهذه المجاعة وهذه الأزمة وكذا، ولكن كل واحد عنده حكمة وطريقة في التسيير، وحنا نختلفوا في الطريقة تاع التسيير، كل واحد عنده منهاج وبرنامج. دونك هذه هي خويا مليح كي طرحت هذا السؤال باش نوضحوا الأمور، وحنايا بعاد كل البعد عن هذا التفكير. وربي يحفظك أخوي العزيز ومرحبا بك في أي وقت. وصلنا
للنهايه ديجا يا صاحبي. بارك الله فيكم الاحباب، شكرا لكم على المتابعه، نرجعوا غدوا نكملوا المواضيع، وان شاء الله ندعي لكم يعني انه ربي يتقبل اليوم الصيام والقيام تاعكم، وان شاء الله الليله هذه كيف كيف ليله تكون بالك فيها قراءه قران ودعاء وتسبيح، بروفيتيو منها قد ما تقدر، وادعيوا كما قال خونا لخاوتنا في غزه وفي فلسطين وكل المسلمين المظلومين عبر العالم. ربي يحفظكم الاحباب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.